أهلا فيكم مرة ثانية. خلونا اليوم نرحب بروزان البنوي، مدربة محترفة واستشارية رائدة في مجال العلاقات الإنسانية في المملكة العربية السعودية، وهي متخصصة ومجازة ومعتمدة في برنامج العمل الجماعي، وضعتها في بريني براون، وهي الآن حتيجي على المسرح تتكلم عن موضوع الخطوات الأولى في عملية البحث عن الهوية الإبداعية وصوت الفنان الخاص. cool. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم جميعاً في الجلسة تبعتنا اللي هي حتتكلم عن البحث عن الهوية والصوت الداخلي للمبدع أو للفنان. أنا روزانا البنوي ومعنا مروة المقيط ودكتورة هناء معابد من لندن في على الزوم. طيب طيب خلينا نبدأ. طيب سو لما فكرنا في ال كيف نتداول هذا الموضوع، وجدنا انه السياق تبع الاسبوع الفن اللي هو صياغه الثقافه جدا يساعدنا انه نتكلم في موضوع كبير زي الثقافه والهويه والابداع. ونبدا مع دكتوره هناء باول سؤال عن الافق ومفهوم الافق في الربط بين الهويه والثقافه كطريقة للفهم أو لإعطاء أمثلة تجسد المعنى أكثر. شكرا لك روزانا وشكرا لمعهد مرست بالفنون على استضافتي. كنت أتمنى أكون معاكم بالقاعة بس إن شاء الله الجاية أكثر. حبيت أبدأ جلستنا ببعض الملاحظات اليوم، يمكن بعدها نبدأ نقاشنا عن الهوية وعن مثلا المسار المهني. يعني لما نبدأ نفكر إحنا بالمرحلة الانتقالية من التعليم للعمل، غالباً نعتبرها سلسلة من الخطوات المتتالية. الخطوة الأولى نذهب للمدرسة، ندرس، نجتاز امتحاناتنا. الخطوة الثانية نتابع المزيد من الدراسة، جامعة أو كلية. والخطوة الثالثة نلتحق بعمل. بس إذا راجعنا الواقع وفكرنا شوي بالحياة الحقيقية، تجربتنا حنا الخاصة أو تجربة اللي حوالينا، المسألة مختلفة وأعقد شوي. الخطوة الأولى أهلنا يختارون لنا مدارسنا، يشجعوننا على الدراسة، يدعون لنا بالنجاح والتوفيق في امتحاناتنا. في بعض الأحيان إحنا نتمنى نفس الشيء، وفي بعض الأحيان نسايرهم عشان نرضيهم، وفي بعض الأحيان نجعل حياتهم صعبة للغاية على أمل إن نجعل حياتنا حنا أكثر متعة. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تكون متشتت على أي جامعة تقدم، كيف تختار، هل الاختيار يكون بناء على أصحابك، على تخصص معدل، القدرة على تحمل التكاليف، نوع التجربة اللي أنت تبحث عنها، أو يمكن ما تبغى جامعة، يمكن تبغى تسافر، يمكن تبغى ترسم، يمكن تبغى تغني. والخطوة من 3 إلى 90 اغسل وكرر العملية. في المجتمع من حولنا يقنعنا بأهمية التفكير بالمستقبل ومكاننا بالاقتصاد ومكاننا بالمجتمع. يجب عليك المثابرة، يجب أن تكون مرن، يجب أن تتغلب على العقبات. اسمحوا لي أشارككم تجربة. من كم سنة أنا كنت مسؤولة عن تنظيم معارض مهنية مختلفة، وكانت المعارض جداً مثيرة للغاية للزوار والمتطوعين اللي كانوا يشاركون الزوار رحلاتهم المهنية. وفي واحدة من السنوات صممنا أكشاك للمهن المختلفة على شكل خرائط، وكل خريطة فيها محطات مختلفة يمكنك الوقوف عندها في طريقك إلى غايتك المهنية. وفي واحدة من المدارس اللي حطينا فيها هذه الأكشاك اضطرينا أن نلغي كشك كامل لأن واحدة من المحطات كانت محطة ممثل.
فهذه المهنة ما كانت مرغوبة أبدا من قبل المسؤولين عن المدرسة. فألغينا الكشك. لما نتأمل بالقصة هذه يمكن لازم نعترف أن من الصعب جدا أن نكون مرنين ومثابرين لما بعض الفرص تنحذف من مستقبلنا من قبل شخص آخر، وخاصة إذا هذا الشخص كان يعني لك الكثير. فبدلا من سلسلة من الخطوات يمكن علينا نفكر بالمستقبل بمنظور الأفق أو الآفاق. الأفق هو الشيء اللي أنت تستطيع رؤيته، هو ما متاح وهو ما مقبول عند الغير. فأنت يمكن تعتقد أن الفرص التي لا تستطيع رؤيتها والتي تقع خلف آفاقك هي غير مناسبة لك، لكن ما الذي يشكل أفقك؟ هو ليس فقط ما تحبه، إنه أيضا ما هو مرغوب فيه في مجتمعك وعائلتك، هو ما هو مقبول وقابل للتحقيق بالموارد المتاحة لك. لتحقيق أحلامك يكون من الضروري أن تبدأ بتحديد أفقك، من أين يبدأ وأين ينتهي، ومن يرسم الحدود، هل أنت المسيطر وما الذي يقف في طريقك. هناك ثلاث أشياء رئيسية يجب مراعاتها. أولا ذاتك أو هويتك. أنت نتاج محيطك، تتكون هويتك من علاقاتك وخبراتك مع غيرك. قراراتك هي نتاج تاريخ عائلتك والآراء التي عبرت عنها، إبداءات الإعجاب وعدم الإعجاب. ثانيا بيئتك، وهي المساحة التي تحدث فيها التفاعلات مع الآخرين، القوة التي تمتلكها على الآخرين والقوة التي يتمتع بها الآخرون عليك، إنهم هم والديك، معلموك، أفراد أسرتك. فأنت صانع قرار نشط في هذا المجال، ولكن من المهم فهم من هم الجهات الفاعلة الأخرى لمعرفة ما هي حدود آفاقك. وآخر شيء الوقت. لازم تعيد تقييم نفسك وبيئتك وكيف يأثر كل منكما على الآخر مراراً وتكراراً، لأن الشيء الذي لا تستطيع أن تراه اليوم يمكن أن يكون واضح غداً. فالخلاصة أنه ما حد يقدر يرسم أو يحسب مساره المهني بطريقة رياضية. ليس هناك طريق صحيح وطريق خاطئ، ولكن فهم الأعمق لما يؤثر على الاختيارات والتطلعات يمكن أن يساعدك على تقدير الخطوات التي يجب اتخاذها للعثور على الطموح. شكرا. شكرا هناء. حابة مروض تضيفي على الموضوع الذات وال بالعكس اشتغل. ألو؟ إيه. أوكي. دكتورة هناء ما شاء الله غطت كثير مواضيع بشكل عام في اختياراتنا وقراراتنا، وأتوقع هذا ينطبق على كل المسارات بغض النظر، يعني مش مجال المبدع، حتى كل المجالات. يعني كيف العوامل البيئية والعوامل المحيطة تأثر على اتخاذ القرار، ثقافة الإنسان وثقافة الفرد نفسه من وين ما هي بادية. ولما أقول ثقافة ما معنى أنه ثقافة بلد كاملة، ثقافة هي زي ما قالت البيئة، البيت المحيطة فيه هي التأثير الأساسي على اتخاذه لأي قرار أو في توجهه في الحياة بشكل عام. صحيح. حبيت أسألك عن دور المساحات الآمنة، إنها تعطي مجال نتعرف على هويتنا من جديد ونكتشف أشياء جديدة، حتى ممكن تدلنا على ثقافات جديدة. فكيف دور المساحة الآمنة في أو أثرها على المبدع أو حتى على الشخص اللي حابب يكتشف أو يبحث عن أبحاث جديدة؟ روزانا حنا اليوم في مساحة آمنة، مساحة مسك يعني دائما، وهذه مساحة جديدة يعني لسه، يعطيهم العافية. مسك آرت صراحة يعني زي هذا الإحساس، بهذا الإحساس العفوي يخلق لنا كلنا مساحة آمنة للتعبير.
أتوقع الآن أكثر من أي وقت سابق الجميع محتاج مساحات آمنة لطرق التعبير، يعني من خلال ما أنا مثلا تجربتي البسيطة بالعالم الفن، يعني هو كيف أنه الواحد يتعاون مع الأشخاص الآخرين ويعطيهم مساحة كمان هو كمبدع كفنان ككاتب ميوزيشن، أنه نتعاون سوا عشان أنا أعطيك مساحة تعبر فيها بطريقتك الخاصة. الآن الدعم أقوى بكثير من أول ما بدينا، الدعم سواء governmental أو semi-governmental entities حاضرة وموجودة وبشكل مستمر صراحة. يعني اليونج أرتست الآن أتوقع حينطلقون انطلاق تام، بس كمان نحط في بالنا إحنا من جواتنا إيش العوالم اللي جواتنا، ذواتنا إحنا إيش ممكن نخلق، لأنه إحنا مبهورين دائما بما هو حولنا، بس اللي جواتنا هو يعني اللي حولنا جزء يعني بسيط جدا من العوالم الداخلية اللي إحنا لازم دائما نرجع لها ونعمل حركات زي ما يقول reverse أو looking inside the box not outside the box. خاصة أتوقع بعد الفترة الماضية يعني مع المكوث في المنزل أو مع الذات، يعني كثير ممكن من الأمور مع التأمل نكتشفها من يعني شيء جديد عن نفسنا ما كنا نعرفه أو صحيح. وصلنا له من خلال تجربة جديدة. فأتوقع كمان دور التجارب وال يعني الخوض في بعض التجارب الإبداعية تفتح هذا المجال إنه الواحد يكتشف من داخله نواحي جديدة وعي جديد. يعني لا يمكن طبعا بأي شكل من أشكال اختزال الفترة اللي مرينا فيها ولا زلنا نمر فيها، كيف إعادة تكوين كل شيء خصوصا بعد آخر سنتين كانت مرة نشطة 2018-2019 سنة كانت مرة fast pace، ففجأة يعني 2020 صار في pause له ما له وعليه ما عليه، بس أحس إنه كمان البوز كنا كلنا محتاجينه عشان نعيد التواصل من الداخل أكثر من أي وقت ثاني صراحة. وأحس كثير يعني من أتوقع الجميع يمكن المبدعين اللي موجودين الآن وعلى جميع المجالات يعني صار في إعادة تعريف لمعنى أنا إيش قاعد أسوي وليش أسوي هذا الشيء ولمين أسوي، فكانت فترة هدوء مفيدة جدا لإعادة ترتيب الأولويات حتى بشكل عام في الحياة. بالضبط. وهذا ياخذنا لموضوع جدا برضو يعني جذب انتباهي وفتح لي ابواب تفكر فيه، اللي هو تجسيد الثقافه. دكتوره هناء ذكرته وحقيقه اثار الفضول عندي، يعني كيف يعني تجسيد الثقافه؟ لانه الثقافه ممكن تكون كلمه ابستراكت او كبيره واحيانا تكون مجرده، بس لما نجي ننظر لتجسيد الثقافه نبدا نشوف الجانب العملي البراغماتيك على ارض الواقع، ونبدا زي ما قلت اليوم المساحه الامنه مجسده في حتى هذا الجلسه هذه تجسد الزمن الجديد بعد الجائحة، العالم الافتراضي مع العالم الواقع الحقيقي. فممكن نتكلم عنه من واقع الفن تجسيد الثقافة ومن خلال الأبحاث والدراسات اللي دكتورة هناء ذكرتيهم. طيب نبدأ دكتورة هناء، تفضلي. والله يعني الفكرة من تجسيد الثقافة يمكن ذكرتها مروة من ناحية looking inside the box، فالأشياء اللي تأثر فينا تبين بالطريقة اللي نتكلم فيها، تبين بالطريقة اللي نتعامل فيها مع الآخرين، تبين بالطريقة بالكلمات اللي نختارها، بالartwork اللي نختارها يعني اللي نبغى نبرزها. فالثقافة اللي عندنا إياها هي عبارة عن رأس مال ثقافي. يمكن أحد يجي من الخارج ويتكلم معانا عن ثقافتنا ويحاول إنه يوضح لنا إيش هي الثقافة اللي إحنا لازم نبرزها، بس رأس مالنا الثقافي شيء نتج عن تفاعلاتنا في البيئة، عن تربيتنا في هذا المكان وعن تربية كل شخص في مكانه وفي بيئته والتفاعلات اللي يتفاعل معها مع الآخرين.
صعب جدا ان احد ثاني يجي يفرض علينا ثقافتنا او راس مالنا الثقافي، وهذا راس مال يعني ممكن احنا نصرفه بمكان وممكن يسد لنا بعض الفرص بمكان ثاني. فلازم الواحد يكون واعي ايش كيف how this was cultivated، كيف الراس مال اصلا وصل لنا، ايش الاشياء اللي احنا سويناها بحياتنا اللي اعطتنا هذه المعلومات او التعابير الديسبوزيشنز، الاشياء اللي نحبها واللي ما نحبها، من وين جات، واحنا نحدد كيف نصرف هذا الراس مال، احنا نحدد ايش الاشياء المهمه في ثقافتنا اللي نبغى نبينها. فلازم الشخص يكون يعني واعي من هالشيء انه هو عباره عن راس مال يتجمع وينصرف، بس مش كل احد يبغى يستلم هذه العمله اللي انت عندك اياها، وانت مو لازم تصرفها عند كل احد. ف it's also something يعني you need to be aware of and يعني it's precious, it's valuable. فهذا شيء مره مهم ان يعني نكون على اطلاع عليه، انه to own it، يعني انه I own ال cultural capital تبعي، وانه يعني اكون يكون بقصد او يكون intentional. هذا اللي فهمته من كلامك. You have to own it but also understand it، يعني من وين جات الثقافات المختلفة اللي تكون راس مالك الثقافي، جات من تربيتك، من تفاعلاتك في البيئة نفسها، من الأشياء اللي أنت واجهتها، يا هي أشياء إيجابية أو سلبية. ف you need to understand how it came about, what this cultural capital is and who values it. يعني مرة مهم أنك تعرف يعني مين يقدر الثقافة اللي عندك إياها، وهل هذا راح ييسر لك الطريق أو يوقف بطريقك. جميل. و I think it takes this كمان لموضوع البروسس أو أهمية العملية الإبداعية. يعني أتوقع كمان دكتورة هنا ذكرت نقطة الوعي. الوعي إنه الوعي بوجودي، بوجود اللي حولي والأشياء اللي أتقاطع معاها بشكل مستمر، خصوصا في موضوع مثلا الفن، يعني ويبين في المحصلة أو النتيجة النهائية إذا أنا فعلا متقاطعة مع قضيتي اللي أنا قاعد أتكلم عنها أو لا، أو أنا أو أنا I jump to another territory، رحت لمكان ثاني ما لي علاقة فيه، يبان. ونحن نعرف إنه دائما إحنا يعني كمنطقة جغرافية علينا الأضواء بشكل ما أو بآخر، فبس يعني المسؤولية أحس هي كيف أنا أعبر عن ذاتي وعن نفسي كفرد قبل أي شيء ثاني. التمثيل يكون مش لتمثيل ثقافة عامة كبيرة، لا أستطيع أن أقول إني أنا أمثل كل هذه الثقافة، أنا أمثل ما تقاطعته زي ما ذكرت دكتورة هنا في أجزاء معينة في حياتي، مش كل شيء. لكن يعني في ضغوط صعب الواحد يعني يتلافاها أو يتجنبها، لكن بنفس الوقت كل ما الواحد احتوى نفسه يقدر حتى يعرف كيف يتقاطع مع ثقافات تانية. صحيح. فأتوقع هذا شيء مهم، أنه لما أنا ثقافتي أو رأس المال الثقافي أقدر أني أعرف إيش أخذ من ثقافات أخرى، كيف أدمجها بثقافتي، وكيف نرجع للهوية، أضيف لهويتي. تكلمنا عن طبقات أخرى، ويصير في نمو وتعلم. بالضبط. هو كمان عملية يعني artistic process أو عملية مراحل إنتاج أي عمل بالحياة، سواء كتاب أو فيلم أو قطعة موسيقية أو عمل فني، لا نستطيع اختزال العقل الباطن، والعقل الباطن هو عبارة عن database عظيمة من أتوقع من الطفل هو برحم أمه، حتى أحيانا يقولون generational بعد، من جاي من جد الجد والجد والأم والأب وكل شيء، كله في مكان واحد يعني. فلا يمكن اختزال العقل الباطن أو قوة الوعي، قوة العقل الباطن أو الوعي أو اللاواعي من مسار العملية الفنية وإنتاج أي عمل بالحياة، حتى المبنى اللي إحنا فيه، حتى طريقة ترميمه. كلنا عايشين بما أقدر أقول إحنا اللي حكينا عنها أمس، إنه بفكرة شخص آخر دائما. يعني كيف نقولها عايشين؟ يعني we're living in someone else's idea. إحنا دائما يعني لو بس تلتفتون حولكم الآن، كاميرات، المايكات، screens، كل أحد، الجوالات،
لبسكم انتوا صح في يعني في وسط فكره اشخاص اخرين وانتوا قاعدين تنتجون افكار لاشخاص اخرين ففي اعتماديه مترابطه انترديبندنس صاير كونتينيوتي كونتينيوتي لان هذا هو المسار انه انا انا هنا لاخلق شيء معين او لاعمل لاي شكل من اشكال يعني حتى لو كانت فكره على يعني مو انه فكره تم تطبيقها ممكن تكون هايبوثيتيكال شيء نظري تماما صح. جميل. طيب نرجع لأدوات ممكن صياغة الثقافة اللي هو culture recultivated. إذا نرجع لل يعني ما أدري نرجع للموضوع اللي هو العبور من المراحل معينة من التعلم لل إيش في أشياء اللي نحتاج نكون واعين بيها أو أدوات ممكن على طول تساعد إنه نتأمل عن نكون بوعي عن الاختيارات أو القرارات اللي بتواجهني كمبدعة حتى في العمل. دكتورة هناء إذا تحبي يعني إيش الأشياء اللي على طول ممكن زي ما يقولوا quick tools أو شيء ممكن الواحد يستفيد منه وعلى طول يلجأ لها. والله في سؤال حتى بالQ&A على اللايف ستريم مشابه إنه كيف ممكن للشخص يعزز ذاكرته ومخزونه الفكري والثقافي المحلي لأجل إبراز هويته الحقيقية. فبرجع للي قلته في البداية عن الثلاث محاور الرئيسية عن الذات أو الهوية والبيئة والوقت. يعني إيش يحدد بالنسبة لك إيش يحدد هويتك؟ لو أنت نتاج تفاعلاتك مع الآخرين مين هم الآخرين ومين اللي عنده قوة عليك ومين اللي أنت تقدر تأثر عليه. يعني إذا الواحد يتأمل بهالأشياء على طول ممكن يحدد إيش المؤثرات عشان يبدأ يفكر أوكي again تكلمنا عن intersectionality عن الطبقية وعن الأشياء المختلفة اللي تأثر علينا بس إذا فصلناها كبيئة وهوية ووقت ممكن نتأمل فيها بشكل أدق. طبعاً هي مترابطة وما نقدر نفككها لأن كلها تأثر على بعض بس إذا فككتها من أجل التحليل ممكن للشخص يتعرف أكثر على إيش هذه الأشياء اللي ممكن ما تكون واضحة له. حلو. تفكر يعني مع التطور والدخول التكنولوجيا الآن الزمن الرقمي كيف ممكن يعني يكون الترابط هذا في هذه المفاهيم. فأتوقع اللي بحاول أقوله أنه موضوع زي الهوية والثقافة يخلينا نوعى قد إيش في أسئلة مهمة وربما تكشف عن يكون فيها انكشاف يعني vulnerability just أنه we ask it or just أنه we يعني نكون معين بهذه الأسئلة أو بهذه الفضول اللي بيبني عندنا. يعني أنا دحين في هذه الجلسة جالسة كده كثير قاعدة تطلع. فهل عندكم أسئلة تحسوا إنه الآن موجودة في يعني موضوع الثقافة سواء عندنا أو حتى يعني في موضوع ال post pandemic عموما culture new what we're going into يعني. هو أتوقع قلت نقطة interesting اللي هي موضوع التساؤل والفضول. التكنولوجيا أحيانا تكون موجهة تجاه واحد يعني إحنا with our gadgets تليفونات الجوالات it's a one way direction بس مفروض إنه يتم تحفيز الفضول والquestioning بشكل عام يعني questioning أي شيء في الحياة ونعطي الحرية. يعني إحنا مثلا على وقتنا ما حقول متى أيام المدرسة من زمان بس كان صياغة السؤال ما كان شيء سهل بالنسبة لنا إني أسأل سؤال السؤال معروف والإجابة معروفة أكثر فما كان في interaction في ذاك الوقت في التعليم. أنا أحكي الثمانينات الثمانينات والتسعينات. الآن الوضع تطور لازم نحب القطعة القصيرة مثلا كلنا لازم نحفظها زي ما هي أيوة. والرأي معروف وهي المدرسة عارفة إيش حقول يعني أيوة. يعني على طول. لكن الآن الموضوع تغير تماما. الطفل الآن مع اللي موجود قدامه من ناحية التكنولوجيا صعب جدا يعني استصغار مخه
لأي شكل من الأشكال. والآن كلنا قاعدين نكبر بالعمر وبنفس الوقت مش بالعمر الرقم بما إحنا قاعدين نطلع عليه. صح بالوقت. أيوة يعني مثلاً الصغير بيعلم الكبير كيف أشياء بالتكنولوجي وكلنا قاعدين نشوف هذا الشيء. فيعني التكنولوجي الآن دمجت كثير بمصطلحات ثقافية، لكن لازم كمان موضوع السؤال والفضول يكون مستمر دائما خصوصا عند الأطفال. وأظن يعني زي الدكتورة هنا تقدر تضيفي لنا يعني كيف إيش أهمية إنه نسأل وإنه نتقبل أحيانا إنه إحنا بس نجلس بالسؤال we stay with the question اللي نسمح للإجابات fold with the inquiry بالتجارب المختلفة، بس لسه أجلس بالسؤال مثلا في بالي وحتى لما وصلت لإجابة واضحة بس إنه أكون واعية بي يعني. والله كل واحد حسب هويته أكيد راح يشوف بعض الأجوبة صح وبعض الأجوبة غلط، وهذا شيء مرة مهم لأن إذا كلنا فكرنا زي بعض راح نرجع لورا. فمرة مهم إن نعرف إنه في آراء كثيرة مو كلها صح ومو كلها غلط. الموضوع عبارة عن critical thinking and critical engagement، الانتقاد، ومو شرط الانتقاد يكون شيء سلبي، بس لازم نعرف أو نفكر مثلاً بالاعتقاد اللي إحنا عندنا إياه ونعرف إيش الآراء المختلفة اللي ما تطابق أفكارنا حنا. مش لازم نتفق معاهم، بس مرة مهم إن نعرف إيش هي عشان الواحد ممكن يحدد إيش الأشياء اللي يحبها وما يحبها، اللي يتفق معها اللي ما يتفق معها. مهم جدا إنه يسمع الآراء المختلفة عشان يبني فهمه للموضوع. جميل جدا. إحنا أحد ماسك الوقت ولا نكمل؟ أوكي هي 4:30 بس نكمل. أيوه طيب باقي دقيقة صح. إذا عندنا يعني takeaways مهمة، ما أدري دكتورة في أسئلة تانية بتطلع في الشاشة إذا تحبي نعرضها ولا ممكن هنا من الحضور عندنا. نش سؤال Covey's circles of interest and influence is a perfect tool. Can you repeat that please? Covey's circles of interest and influence is a perfect tool. أتوقع هذا جواب على السؤال اللي كان موجود عن ال tools اللي ممكن الواحد يستخدمها. Okay. جميل. هذا التعليق. تفاعل. طيب أحد من الحضور هنا معانا حابب يسأل أو يضيف تعليق. أوكي تفضل. أيوة لا ممتاز. أظن إحنا نسمع. أنا أوكي ممكن نبدأ نسمع أظن عادي صغير. أنا سامعة. طيب أوكي أولاً الله يعطيكم العافية وسعيدين حقيقة بالثقافة فعلاً اللي حنا جالسين نتعامل معها لأنه تعكس عن المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030، وأكيد أنه كلنا نسعى إلى أن ترتقي المملكة في جميع ثقافتها. الثقافة لا يعني فقط هو أنها ننقل الحكايات أو الروايات أو الألفاظ أو الرموز أو إلى ذلك. ممكن يكون في نقطة دائما تزعجني شوي وأتمنى فعلا دائما إنه عندنا أسس في ثقافتنا، ولعل أهم أساس هي اللغة العربية. كلنا نعرف إنه مثلا الثقافة كالتشر، لكن نتمنى إنه فعلا المتحدثين دائما يأصلون اللغة العربية حتى يصل المفهوم.
من الأشياء الجميلة، وأكيد أنه ألمانيا لا يمكن تدرس الطب باللغة الإنجليزية، إنما تدرسها باللغة الألمانية. حتى العرب يروحون يدرسون ألمانيا عشان يدرسون. لذلك من أول نقطة نأخذها في ثقافتنا لتعديل الثقافة نهتم باللغة العربية، ثم ننطلق إلى الخط العربي، ثم ننطلق إلى الشيء الملموس وغير الملموس أو المحسوس وغير المحسوس عندنا في المملكة العربية السعودية، حيث أن المملكة العربية السعودية قارة تحتوي على كثير من الرموز، تحتوي على كثير من الثقافات المختلفة، العادات، التقاليد الزمانية والمكانية، كل جزء فيها يولدنا ثقافة جديدة ويأصل هذه الثقافة. اللي حبيت أني أبغى أقوله أنه يعني المزيج بين توصيل المفهوم، هذا مهم جدا، بحيث أني أوصل المفهوم باللغة العربية الفصحى على الأقل البيضاء، حتى يصل المفهوم إلى الحضور أو إلى السوشيال ميديا اللي جالس يتعامل معها. في بعض المصطلحات أكيد أنها لم تعرف، لذلك نأخذها كما هي، لكن بقية أعتقد الأفكار الواردة لنقلها يتطلب أن نتكلمها بشكل واضح، وأن تكون ألفاظنا كلها لغة عربية. ممكن نحط جلسة ثانية يتكلمون باللغة الإنجليزية، باللغة الألمانية، باللغة اليابانية، بغض النظر. نعم. أي طبعاً طبعاً. بس أنا أقول إنه بعض الألفاظ لما إحنا نتكلمها نصها بالعربي ونصها باللغة الإنجليزية مزيج بين إنه واحد يمشي بخطوات ويكون متأرجح وواحد ينطلق بشكل سريع. لذلك نحافظ على ثقافتنا، إن أول ثقافة نتعامل معها هي اللغة العربية. صحيح. نعم. ثم تنتقل بعد حتى ننقل المفهوم إلى الآخرين، حتى الترجمة لما تترجم تترجم بشكلها صحيح. أعذروني على الإطالة، سعدت باللقاء معكم، تحياتي لكم. تمام، شكرا. طيب أنا بس عندي تعليق بسيط. تفضل دكتورة هناء. وهو يمكن انتقاد علي، بس المهم إن أبغى أقول إن إحنا في المملكة في جاليات كثيرة مو يعني لغتهم الأم اللغة العربية، وهم جزء من المملكة العربية السعودية، وكلنا يعني نتاج الخبرات اللي مرينا فيها. فطبعاً اللغة العربية شيء جداً مهم، وهويتنا أكيد إنها ممكن تعرف جزئياً باللغة، بس في أشياء ثانية تعرف هويتنا. فيعني هذه بس مداخلة على التعليق، وشكراً لك. شكراً لك. طيب complete؟ في سؤال ولا أو تعليق؟ طيب أظن أيوة نختم الجلسة. حقيقي مرة استمتعت، أنا تعلمت أشياء جديدة، وحابة إنه يعني أكمل في البحث والتعلم في هذا الموضوع، لأنه بحر يعني حقيقي. نص ساعة عدت بسرعة، بس أشياء كثير، مفاهيم كبيرة يعني. فشكراً. شكراً لك روزانا. شكراً دكتورة هناء. حقيقي شكراً مسك أرت. Thank you. شكراً مسك أرت. يعطيكم العافية. الله يعافيكم.